هذا البرنامج يستهدف الجانب المشرق للمهن وإظهار المتاعب لها، ولا يهدف للاستهزاء أو التقليل من قيمة العامل، ويعد البرنامج بمثابة دافع وحافز للشباب للبحث عن العمل. فريق البرنامج: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن في الإنسان أيمن محمد نجاح، طبعا الاسم مصطفى محمد عقل نجاح، ابن عمي رجل أصم أبكم، رجل يخدم في مهنة الزار لمدة 7 سنوات، ورجل مشهور بالأمانة والخلق، وطبعا محل بتاع نظيف ديما نستعمل معاه وناخذ منه الحم، ويساعد في الناس كلها، يساعد بهم الناس كلها عندها سوسوا، ومشهور بالأمانة والخلق. أنا محمد أحمد نجاح، هذا ابني أيمن. طبعا ما فيش مدرسة الصم وبكم هنايا، طبعا على خاطر خذيت السيارة وقعدت نقل فيه يوميا، نمشي للعمل نحط فيه في سوق الجمعة يقرا وروح به نقل فيه يوميا، قعدت حوالي 4 أو 5 سنين لين كبر وشد العقل كي بعت عليه حتى تقسم لي حلو، والحمد لله يعني طلعت عليه ومش مشكلة، والتعب جاب نتيجة والحمد لله يعني. طبعا الحمد لله هو تعلم صنعه وابدا المهنه 100%، وسمعته كويسه بين الناس والحمد لله، ويمتاز يعني بالمصداقيه والنظافه والحمد لله يعني. الحمد لله هذا شرف لي يعني، شيء شرفني يعني. قال لك طبعا في 2008 قال لك انا كنت في الشتاء نمشي في طرابلس غادي مدرسه الصم والبكم، قال لك في الصيف هنا في كاين تونسي يشتغل قبله، قال لك نجي هنا نسيق معاه نساعد فيك مساعده نخدم، وقال لك لين بعث لي محمد صاحب المحل هذا محمد القماطي قال له تخدم معي. ايمن قال له مرات ما يجوزش عليا الحلال، مرات وش حلال؟ قال لا طبعا ان احنا هنا في المنطقه الشيخ احمد الشفر جابه وشرف على الدبع، قال لك المنطقه هنا يزبطوني، قصدي كلهم نقدر نتعامل معاهم، قال لك مثلا كان جاي حد ما يزبطش يتعامل معاي نجيب، قال لك اي واحد مثلا من المنطقه نقول له فهمني، قال لك انا نخدم هنا في الجزار بس انا نذبح ونصلخ ونبيع، قال لك لكن اللي نخدم معاه اسمه محمد سليمان، هذا هو اللي يجيب في الساعه يمشي للاسواق ياخذ الساعه، هو يذبح بس وظيفته هنا. المذبح هذه قال لك استريحت لها، ما نقدرش قال لك مثلا نمشي نفتح بروحي ولا حاجه، و 100% قال لك متطور فيها الخدمه هذه والحمد لله. قال لك الحمد لله، قال لك الصنعه هذه خلتني نكون مستقبلي، قال لك خلال 3 سنين من الصنعه هذه قال لك حوشي وثلاثه منها وتجوزت منها، قال لك طبعا قال لك قبل قعدت نجي نعاون فيه ونتعلم منها نخدم في قصدي نختبر في الصنعه، قال لك كانت يوميتي ما اقل من جنيله فوق من زوج جنيله حتى هي، قال لك جنيه ولا جنيه جنيه ولا زوج جنيه، بس كانت يوميتها توا قال لك الحمد لله، قال لك توا بعد ما بديت قصدي خبير في الصنعه هذه هو قال لك ناخذ في 600 شهريا، قال لك طبعا نجي نفتح هنا 9:30 10 كي ديما، قال لك اول ما نفتح نذبح ونوتي اللحم والسقايط اللي مثلا بيجيب ياخذ، قال لك لا تقريبا كي الساعة 1 نقول نذبح، بعد نسيق اللي ينظم الجزار قال لك مع الاثنين يمشي للحوش يتغدى يستريح شويه وبعدها يولي مع قبل اذان العصر بشويه يولي هنايا،
يقعد لا الليل 8:30 8 قال لك. بعد اروح للحوش قال لك نتعشى وندوش، كان في مواصل اطلع نواصل، وكان هذا نقعد في الحوش. قصدي هو الكبير اكبر واحد في العائله. في البدايه ما جاش بكوشة، بعدك اقل عمر اقل من سنتين جات حميه قويه حراره. هذا تم هموت عاشني بس خصوص حكمته في الدنيا وقناعته هي الصلاة الخمسة. قال لك أولا بعد ما تم العمل يقتن عمله وفقط. قال لك هذه هي الحكمة اللي قنع لي وصلها. طبعا نوجه للشباب الليبيين بالاقطان اللي عملهم. قال لك اللي قصدي ما عندهاش خدمه ولا اللي خاش على جو المخدرات، هو قال لك ننصح قصدي فوته لانه ما هوش فايده لصحته ولا لمستقبله. قال لك ننصحهم ب حتى يبنوا بلادهم ويتوحدوا يد واحده، وقصدي مش مصلحتي مصلحتي، قال لك مصلحه البلاد اهم حاجه.